نهار ابيض، هي السما بقت بتمطر بطاطا يا منى. انا عايزه بطاطا، انا عايزه بطاطا. احنا لازم نتصرف. ايه ده كوس بطاطا شكله غريب قوي، شبه البرنجان ولا شبه الفلفل ده، ولا عامل كده ليه يا منى؟ والله ما انا عارفه، انا اول مره اشوف كوس بطاطا بالحجم ده، ده عملاق قوي. ايه ده، مين اللي بياكله ده؟ ده واخد هرمونات ده ولا ايه يا عمر؟ والله ما انا عارف. اما عجايب، السما بقت بتمطر بطاطا، ده احنا في اخر زمن والله العظيم اللي احنا بنشوفه الايام دي. لا يا عمر، اكيد في حاجه بتحصل مش طبيعيه. بطاطا ايه اللي السما هتمطر بطاطا يا راجل؟ في حاجه مش طبيعيه اكيد، احنا لازم نبلغ الشرطه. ده البيت كله كان بيتهز، ده كان كانه زلزال. والكوز الكبير قوي ده جاي لنا منين هدايه؟ والله ما انا عارف يا منى، بس انا والله مش قلقان، يعني الحمد لله انها جت على قد البطاطا. ده كان هيفتح نفوخي يا راجل. مش قلقان انت؟ عاوز تخلص مني ولا ايه؟ شفت انت اللي حصل؟ نزل زي القذيفه بوم. اسمعوا يا بنات، اسمعوا، انا وبابا هنروح للشرطه عشان لازم نبلغ الشرطه عن اللي حصل النهارده ده، وانتي وتوتا لازم تقعدوا في البيت هنا تستنونا، واوعوا تقربوا من كوز البطاطا ده يا بنات. حاضر حاضر يا دمتم، وانا ما تقلقيش خالص. حاضر يا مامتي، ما تقلقيش، روحوا انتوا بس ما تتاخروش علينا. انا قلقانه اسيب البنات لوحدهم قوي يا عمر، خايفه من كوز البطاطا ده. ما تخافيش يا منى، ده هيلا كوز بطاطا يا بنتي، هيعمل ايه يعني في البنات؟ يلا يا ستي يلا. اما حته كوز بطاطا كبير بشكل، ايه ده عملاق خالص يا طمطم. فعلا فعلا يا تودة، بس تعرفي يا تودة، انا بصراحه كده ريق الجر عليه قوي، ونفسي اخد منه حته، ده سخن مولع. انا ما اكلتش بطاطا من زمان برضو والله، طماطم بس. ماما قالت لنا ما نهوبش ناحيته، خليكي فاكره. بقولك ايه تودة، ما تروحي تجيبي لي شويه ميه، انا عطشانه قوي. طيب هجيب لك شويه ميه واجي على طول، ما تجيش ناحيه البتاع ده على ما اجي. لا ما تقلقيش خالص، انا هقف جنبه احميه واحرسه. بقول لكم ايه يا اصحابي، انا بصراحه ري بيجري قوي على البتاع ده، بصراحة سخن مولع كده وجميل. بس انا، انتوا ايه رايكم؟ انا شكلي كده هاكل من كوز البطاطا. كملوا معايا الفيديو علشان نشوف ايه اللي هيحصل النهارده. بس ما تنسوش تعملوا لايك كتير كتير. هو ايه اللي هيحصل يعني لما اكل حته صغيره؟ طماطم. نعم يا تودة. ايه اللي انت عملتيه ده يا طماطم؟ ابلعي ابلعي. عملت ايه يا تودة؟ بصراحة مسكر قوي. مسكر؟ اخسى عليكي يا طماطم، احنا عارفين ده جاي لنا من انهي نصيبة، ازاي تاكلي منه؟ والله يا تودة طعم قوي. تدقي؟ هو انت جعانة ولا ايه يا طماطم؟ انا مش جعانة، بس اصل انا بحب البطاطا. يا خبر عليكي، هنتصرف ازاي دلوقتي؟ فريدي صاحبه جاي ياخده، هنديهوله ناقص حته. وايه يعني، ده انا بقي صغنن خالص. كل ده وصغنن، ما تشوفي انت قرمتي حته قد ايه؟ ده انا جميله وقرمت حته صغيره، تيجي تدوقي؟ لا يا ستي، انا مؤدبه وهسمع كلام ده انت منى، ومش همد بقي فيه. انت مؤدبه يا تودة. انا اصلا مش بحب البطاطا اصلا يعني. ما هو باين عليك يا تودة. ريحتها حلوة قوي يا طماطم، وطعمها احلى يا توتة. خلاص بقى يا طماطم، جريتي ريقي. ايه ده ايه ده يا طماطم؟ طماطم يا طماطم، يا نار ابيض طماطم. ايه ده طماطم، انت ايه اللي حصل لك؟ مش طبيعية يا طماطم. دي بطاطا عجيبة، الحقيني الحقيني يا تودة، ساعديني أرجوكي. كوزي 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 كوزي. مين اللي أكل من كوزي؟
انتوا مين؟ انتوا هي انتوا ايه؟ كوزي اسمها يا عم الحاج اللي تحت اهو، تعالى بص لي هنا كده. كوزي انتوا مين؟ انا هنا تحت الرجلين. انت اللي اكلتي من كوزي؟ لا، طمطم اللي اكلت من جوزك، اختي طمطم الكبيره اللي واقفه قدامك دي. انت اللي اكلتي من كوزي يا اموره. ايوه انا يا عمو. لا ما تقوليليش يا عمو. ده انت فداكي الكوز كله يا رهام. تتجوزيني يا اموره؟ انا بقالي كتير قوي بدور على عروسة، اتجوزيني ارجوكي. حرام عليك، اتجوزك ازاي؟ ده انت عملاق قوي وكبير، ارجوك ما تخوفنيش، سيبني في حالي. اسيبك ازاي؟ ده انا ما صدقت لقيتك. عروسة. يا طنطا راحت في ديس. ايه ده ايه ده، هو الراجل ده مجنون ولا ايه يا طماطم؟ يخرب بيت عقلك. يا دودة ده طلع مجنون على الاخر، ده بيدور على عروسة. لحقيني، هروح في داهية انتهي لأي حد يساعدنا يا بنتي. يخرب بيت كوز البطاطا على الساعة اللي كلت فيها كوز البطاطا. اللي تاكل من كوزي حتما ولابد ان تبقى عروسي. بتضحكي عليا؟ انت كبيره وطويله. والله العظيم انا اكلت من الكوز بتاعك وهزلي اللي هزلي. انت عارف بس الكوز بتاعك اللي عمل فيا كده، انما انا اصلا مسخوطه. طماطم ما هتتجوز. هتتجوز ابو رجل مسلوخه. شكلك بتضحكي عليا، بس انا هعرف، انا هعرف دلوقتي انت كبيره ولا زي عملاقه، واعمل فرح وابقى عريس. خدي يا حلوه، خدي كلي كلي من ده. لا لا، كفايه اكل كده ارجوك، ما عدتش عايزه. بقولك خدي، ادعكي وشك في المعجون. دلوقتي كل شيء يبان، واخد الكوز الهربان. طماطم اخيرا رجعت، ارجوك يا عمو. والله انا صغيره، انت داخل علينا كده ليه؟ جوزي حبيبي، جوزي بيت ملعون ملعون ملعون. ايه الراجل الملعون ده؟ باي باي.